ينضم إلينا من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس مرحبا بك. يعني هلا وضعتنا في صورة آخر التطورات مما يجري في الضفة الغربية. الهجمة الإسرائيلية على الضفة الغربية لا تزال مستمرة، والجيش الإسرائيلي يقتحم الضفة الغربية طولا وعرضا. قبل نحو ساعة من الآن انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم الأمعري القريب من هنا، حيث قام بمداهمة عدد كبير من المنازل لاعتقال شابين، وقام بالفعل باعتقالهما، ولكن إدارة مواجهات واشتباكات عنيفة في أزقة المخيم أدت إلى إصابة 10 فلسطينيين، بينهم سيدة، ومن بين الإصابات إصابات خطيرة جراء إطلاق النار والرصاص عليهم بشكل مباشر، إلى جانب إطلاق النار على عجلات سيارات الإسعاف لمنع نقل المصابين للتحقق من هوياتهم من قبل الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك كان قد أعلنت الصحة الفلسطينية عن مقتل شابين فلسطينيين، أحدهما في بيت لحم بعد أن اقتحمها الجيش الإسرائيلي يوم أمس لساعات طويلة وحاصر منزلا كان يريد من داخل هذا المنزل اعتقال فلسطيني ناشط في حركة الجهاد الإسلامي، ولكنه لم يستطع اعتقاله، ودارت مواجهات لساعات طويلة أدت إلى إصابة أكثر من 60 فلسطينيا بينهم إصابات خطيرة بالرصاص الحي. إلى ذلك أيضا كان هناك يعني شاب فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في دورة جنوبي الخليل. اقتحامات واسعة حقيقة يعني نفذها الجيش الإسرائيلي في العديد من المناطق، في طوباس، في بيت فوريك، في سعير، في عدد كبير من المناطق الفلسطينية، وجميعها تعرضت لهجمة إسرائيلية كبيرة ودارت مواجهات وجرح عدد كبير من الفلسطينيين. وأيضا هناك حملة عزل وتطويق القرى الفلسطينية. قبل قليل أفدنا بأن الجيش الإسرائيلي قام بإغلاق قرية دوما في شرق نابلس بالسواتر الترابية، ما يصعب ويعمق من معاناة الفلسطينيين هناك. وهذه القرية التي تتعرض بشكل دائم إلى يعني هجمات من المستوطنين. فيما يتعلق بطانا، هذه الخربة التي تحتوي على عدد كبير من المساكن المتنقلة ولمزارعين فلسطينيين، كان الجيش الإسرائيلي في السابق قد هدمها عدة مرات بزعم أن هناك تدريبات عسكرية في محيطها. اليوم واستفادة من الأجواء العامة وما يجري في قطاع غزة، قام الجيش الإسرائيلي بترحيل هذه الخربة. قبل ذلك كان هناك ترحيل لعشرات التجمعات البدوية في الأغوار وفي شرق الخليل. فقط نذكر هنا بأن نادي الأسير الفلسطيني كان قد أبلغ أن هناك اعتقال أكثر من 2300 فلسطيني، من بينهم 75 امرأة. شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا فراس لطفي.